بدي رحب كمان مرة بكل الأصدقاء اللي منضمين لراديو ام بي اس، وبدي حيي بشكل خاص بهيدا الوقت الصحفي الأستاذ نبيل الحرب. صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا فيكي. كيف الصحة؟ كتر خير الله وأنتو. الحمد لله. ماشي الحال. أول شي طمني أستاذ نبيل، كيف عم بتمضي هلأ هالوقت أنت وبالحجر المنزلي أو منك بالحجر المنزلي أو كيف؟ خبرني. يعني تقريبا مثل بقية هالعالم اللي بيشغلوا مخهم يعني وبيفرض هالشي إنه واحد ياخد أكثر درجات الاحتياط لأنه الكورونا منا مزحة ومنا لعبة. نعم. والإنسان إذا ما خاف على حاله في بيخاف على أولاده، بيخاف على أهله، بيخاف على عائلته. صحيح صحيح. بيخاف على جيرانه، بيخاف على الناس المحيطين فيه. لأنه اللي عم بينعدى كورونا أو اللي عم بيجيب كورونا عم بيستعمل أشياء مشتركة مع العالم اللي قاعد هو وياهم بالبنايات أو بالمساكن. يمكن إذا هو ما سألين على حاله العالم إذا لقت الأسانسور أو لقت أي شيء العالم بترجع بتلقطه بتنعدى منه. فالإنسان لازم يكون عنده بعد نظر ويفكر، وأنا مثل هالناس وقت بنزل على الشغل أكيد في أقصى درجات الاحتياط وفي تباعد وكمامة وغيره ومعقمات طبعا، وباقي الوقت بالبيت ما عم بروح محل. يعني أخذ كل احتياطاتك اللازمة وعم بطبق كل الإجراءات الوقائية والباقي على الله. وكمان مبدئيا الانسان لازم يعني الله خلق لنا عقل شغله نستعمله. نعم. ومفروض الانسان يكون عنده حكمه بحياته ويتصرف مثل ما بيملي عليه ضميره وواجبه الوطني. نعم. والانساني، لانه نحن عندنا مسؤوليه تجاه غيرنا، انه بالنتيجه نقل العدوى منا شغله مزحه. والكورونا منه مش تستاهل، يعني صار وباء بلبنان. يعني امبارح 5200 إصابة تقريبا. نعم. 41 حالة وفاة. أرقام بتخوف. دول كبرى هيدي ما فيها توجهها، الناس عم تموت قدام مستشفيات. كانوا يقولوا انه ما بينصابوا الشباب وما بينصابوا الأولاد، عم بينصابوا الشباب وعم بينصابوا الأولاد، وفي حالات كتير اختناق وضيق نفس عندهم. أكيد الكبار بالعمر واللي عندهم أمراض مزمنة ما عم بيخلصوا. نعم. بس بالنتيجة الإصابات عم بتصال جميع فئات العمرية. نعم. استاذ نبيل، حضرتك صحافي، يعني إذا هيك بدك تكتب عن هذا الوضع يلي نحن عايشينه من سنة تقريبا لهلا، يمكن تأزم وضعنا من شهر تقريبا أو أكتر شوي لحد هلا، إذا بدك تكتب وبدك تلوم وبدك تحط النقاط على الحروف، نحن وصلنا لهيدي المرحلة من الخطر لأنه في ناس مستلمين زمام الأمور وهن منن أهل ليكونوا بهيدا المكان. يعني لو كان في غير أشخاص مؤهلين أكتر ما كنا وصلنا للي وصلنا له. للصراحة المسؤولية بتوقع على عدة أشخاص. المسؤولية بتوقع على الشعب أولا، لأنه الشعب ما التزم بالتدابير الوقائية لازم يلتزم فيها، وما انحجر بالطريقة لازم ينحجر فيها، مع العلم أنه الصحة أهم من الاقتصاد في كل دول العالم. يعني الإنسان بيقدر يأكل، جدودنا كانوا يأكلوا مجدرة، ما حدا رح يموت من الجوع يعني بالنتيجة، كانوا يأكلوا يخني وكانوا يأكلوا تعظيمة وكانوا يأكلوا بشي، وما حدا ما عنده طحين زيته في يعمل منقوشي ما حدا رح يموت من الجوع. صحيح. بس من الكورونا عم بيموتوا. كان المفروض نحن كشعب واعي ناخد أكثر احتياطات وما نخلط الفلسة اللي خلطناها عيد الميلاد وعرس سنة، لأنه كل سنة رح يجي عيد الميلاد وعيد رأس سنة، بس مش كل سنة الإنسان بيكفل إنه يضل طيب بتتعرض لوباء. 100%. فهذه مسؤولية الشعب. مسؤولية الدولة إنه الدولة ما أخذت التدابير اللي لازم تأخذها الدول اللي بتحترم حالها. يعني من ضمنها مساعدات الفقراء، وما فيها تقول ما في مصاري، عم بيطبعوا مصاري وفي مصاري. وقد ما بتسمح الإمكانيات، مش مطلوب من الدولة تعمل أكثر من إمكانياتها. وبالوقت ذاته ما أخذت هالتدبير اللي أخذناه على بأقبال البلد التام، كان مفروض ناخده قد الأعياد، ومثل ما صار بفرنسا ومثل ما صار بدول أوروبية كتير بتستقنا بالحضارة، والناس إذا عيدت ببيتها وعيدت مع عائلاتها وعيدت مع أولادهم ومع أهلهم ما بيصيبهم شيء أبدا. وإذا الناس ما راحوا شربوا 5-8 وسكي ودفعوا 3 ملايين ليرة أو 4 ملايين ليرة في المنسهر في المطعم وتركوها بجيبتهم، ساعدوا فيها فقير وساعدوا فيها عائلة محتاجة وساعدوا فيها ناس ما عم بيقدروا ياكلوا، كمان ما بيسيبوا شيء. يعني زي ما يحطوا بعسهرتهم إذا اثنين سهروا 5 ملايين و6 ملايين مثل ما صار،
هو خمسة أو ستة ملايين بطعموا عائلتين ثلاثة عم تتشار عائلات محتاجين، وهيك بيكون أجرنا عند ربنا كتير كبير، لأنه بالحياة ما حدا مخلص وكلنا رايحين وما حدا بيعرف أنت بيجي كورونا وبيروح فيه. فالسبب هو عمل خير، هو العمل اللي بيبقى والعمل المثمر واللي له ربنا بيقرأ وبيشوف كل هالأمور هاي. فهوني مسؤولية الدولة ما في شك أنه أثرت، وأنا بطلب منها بالوقت الحاضر أنه تتشدد، وما حاضر ضبط ما تكون 500,000 تكون مليون وتكون مليونين، لأنه الناس بس تنوجع تقعد ببيوتها، ومثل ما بيقول المثل رب شعب عليك أن تقوده إلى الجنة بالسلاسل. فأوقات الناس وقت ما بتستوعب في دولة هي مسؤولة، الدولة هي الأم والبي، هي المفروض تكون راعية وهي المفروض تكون الأمرة والناية بهالأمور، مش وقت اللي في صفقات بيكون في مسؤولين، ووقت اللي في شعب عم بيموت من الكورونا وعم بيموت من الأوبئة ومدري شو، نحن من غيب عن السمع. نعم. استاذ نبيل عم بتقول لحضرتك، عم تقول حضرتك انه لازم الدوله تشدد اكثر، تكون قاسية اكثر. في عنا مشكله مع الدوله، في عنا مشكله هيبه الدوله يلي يعني خليني اقولها هيك معليه، ولو رح ينزعجوا مني، انه ما في هيبه للدوله. يعني حتى لو شفنا عنصر قوى الامن على الطرقات مع احترامي الكبير له، ما بنخاف منه. هو مفروض يكون في هيبة. يعني أنا بعرف عندي أصدقاء بأستراليا مثلا، كان بسيدني أو ميلبون، الدولة سكرت 4-5 شهور. بفرنسا نفس الشيء، ببريطانيا نفس الشيء، بالصين لو ما سكروا ما كانوا عنده هيك. الكورونا ما بده منه لعبة أحاجة وإنه مين بس بالصين، عذرا بس بالصين يعني اضطرت الدولة بوقت من الأوقات إنها تلحم بيوت بعض الناس لحتى ما يظهروا لبرا. أنا معك، هلأ نحن عنا متاعب اقتصادية وعنا متاعب استشفائية، بس هي كانت عم بتزت لهم الأكل من الشباك. يعني على فكرة أنا برأيي سترين إنه إذا نحن يعني بالعشر أيام الممكن هي فترة أو 14 يوم، الفترة اللي ممكن نقضي فيها على الوباء أو نخفف الإصابات، هي فترة الحجر الصحي الكافية. أنا برأيي ما حدا بيموت الجوع، الدولة عم تزيد 450,000، وأنا برأيي الناس المقتدرين هودي أموالهم ما رح يخلوها على القبر. شوفوا قدام مات ناس هالشهرين ثلاثة اللي مرقوا، ما حدا أخذ معه شيء. في ناس عندهم أموال لا تأكلوا عن نيران، وناس ميسورة وكذا راحوا، ما حدا أخذ معه شيء. ما أنا برأيي حتى الناس المقتدرين بهالأزمات هيدي، نحن لا تقل أزمتنا عن أزمة الحرب العالمية الأولى والأمراض اللي صارت فيها. بالحرب العالمية الأولى الأبيار رهنت الأراضي تطعمي شعبها، مفروض نحن الجهات المسؤولة المقتدرة اللي كانت رجال دين، اللي كانت رجال سياسة، اللي كانت رجال اقتصاد، اللي كانت نساء اقتصاد ونساء أعمال، مين ما كانوا، مفروض الناس المقتدرين هن يساعدوا الشعب الفقير. إذا نحن اسندنا أخ لإلنا بالإنسانية ما بيصيبنا شيء، إذا هوينا المصريات ما بجيبتنا ما بيصيبنا شيء، إذا قسمنا اللقمة نحن ومحتاج ما بيصيبنا شيء، الله بيشف لنا إياها وبأيد لنا إياها، وحسابنا بالآخر بيكون حساب كتير منيح. لأنه الحياة على الكرة الأرضية ماشي قدام نعيش 70-80-100 سنة، قدام نخلد هون. الحياة هي الحياة الأبدية، ونحن قد ما بنزرع بهالحياة قد ما بنلاقي ربنا ومؤيد لنا اياهم، وبصير في لنا حساب عظيم. بحب احكي معك بموضوع اللقاح يلي هلكونا، هن بيقولوا لنا انه لبنان هو اول بلد حجز كميه من اللقاح. لنرجع هيك بنسمع من يومين انه بعد حتى ما اقروا القانون يلي بيسمح بانه هذا اللقاح يوصل على لبنان. كمان هون في إهمال، في ما بعرف، يعني ما مش عم بقدر أعطي الوصف الصحيح، هأترك الوصف اللي يكون لحضرتك. القانون الصراحة مفروض إنه اليوم يقروه، إنه اليوم يعني إنه بس مأخرين كتير، يعني حتى اليوم إحنا مأخرين. في دول عدوة ودول صديقة سبقتنا دول العدو عم بتلقح شعبها للمرة الثانية، يعني عم ياخذوا اللقاح ثاني مرة. صحيح، صار عندهم أكثر من 20-22% نسبة الناس اللي أخذوا اللقاح. ما في شك، بس حتى بالإمارات وبالدول العربية، يعني لبنان كان سباق بكل شيء، لبنان سباق بالعالم، بس نحن للصراحة كانوا يجوا يطببوا عنا العالم يا أستاذ نبيل. بيرجعوا بيشوفوا نحن شو عم نعمل. أنا برأيي بيخجلوا فينا.
جدودنا كانوا لأنه هن عندهم الحكمة، نحن ما بعرف شو كان شو عنا هلا. كشفوا قارات، جدودنا بيروت كانت أم الشرائع، 100% جدودنا وقت اللي كان في ترامواي بيروت ما كان موجود بكل المحيط العربي. نحن كنا سباقين بصراحة، صرنا آخر الناس، وللأسف بفضل المسؤولين اللي عنا اللي نحن أمنناهم على حياتنا وسلمناهم رقبتنا، بس ما تأخروا إنه يشيلوا السيف ويضربونا فيه. يعني انت ما بتلومهم على انه تأخروا بانه يمضوا القانون لحتى يوصل اللقاح على لبنان؟ لا اكيد اكيد منلومهم، واكيد هيدي مسؤولية الدولة انه عم بيربحونا جميلة، انه البلد لبنان اول مين حجز. طب مش مهم نحجز، المهم انه اكيد عم يعملوا مجلس النواب اليوم، كان مفروض يعملوا من شهرين، بس المشكلة انه الحكومة ما ارسلت له. يعني مثل ما عم بيحكوا امبارح، شفت رئيس لجنة الصحة النيابية دكتور عاصم عرازي عم بيحكي انه الحكومة وقت اللي ارسلت لنا مشروع القانون نحن او الطلب تبعها نحن خلال جمعة عملناه، وما عم حق اني خلال جمعة بمجلس النواب صار، بس الحكومة تأخرت شهرين ثلاثة ما ارسلت هيدا. على كل الاحوال خير البر عاجله، ما صار، بس فينا نرجع نتدارك الامر ونرجع نلحق، يعني على الاقل ننقذ هالناس اللي بقيوا، ننقذ الناس المحتاجين، ننقذ الناس المرضى. يعني هون بيقولك انه عم بيموتوا ببار بالعمر، يعني انه اذا واحد صار عمره 60 او 65 سنه صار عالي على مجتمعه وعلى اولاده وعلى عائلته وعلى وطنه. نعم. ببار بالعمر بكل دول العالم بيحترمون وبيقدرون 100% بيساعدون اكثر من صغار العمر، لانه هودي مثل ما بيقولوا خدموا عسكريتهم واعطوا كل ما يملكون من علم ومعرفة وإبداع ومال. يعني ما بدنا نجي هلأ نتخلى عنهم كرمال الشباب، يعني حتى طبعا ولو طبعا. نعم. أنا برأيي تأخروا، إيه تأخروا، مسؤولية مين؟ مسؤولية الدولة إنه هي تجيب هاللقاحات هيدي وتنقص شعبها من هالورطة اللي واقع فيها، من هالمجزرة اللي واقع فيها، اللي عم بيموتوا عبيد مستشفيات ما في محل. ما طبيعي إنه تأخروا بهالشي، بس أنا بطلب منه انه اضافه للاشياء اللي بدها تجيب الدوله تفتح مجال للقطاع الخاص. مش مشكل واحد اذا راح دفع 20 دولار المقتدر بيسرعوا، يعني قصدك هيك اكثر باللقاحات؟ اكيد اكيد نسرع بقصة اللقاحات، لانه الحل المنظور ما في حل غير هيك. يعني اذا بيعطوها للقطاع الخاص احسن مما يعطوها للدوله، لانه الدوله ممكن هاللقاحات تروح لالهم ولعشيرتهم واهلهم وجيرانهم وحاشيتهم، اني راح يكونوا ياخذوها بالاولويه. ايه طبعا طبعا، مثل ما صار بلقاح الفاكسان، يا الفاكسان الجريب اللي بيبقوا من بعد ما هن يستعملوهم من عمر 65 وما فوق. يعني من عمر 65 وما فوق، يعني قديش نسبتهم؟ انا برايي الحل الى جانب الدوله، الدوله بدها تجيب مليون لقاح تعطيهم ما في مشكلة، تتحمل مسؤوليتها، بس أنا برأيي الحل إنه القطاع الخاص يبادر وينتزع هالكرة النار، يمسكها بإيده. ما عليه، القطاع الخاص هو قطاع مبدع وقطاع أعطى بلبنان ما لم يعطي أي، حتى الدولة ما عطته. نعم. لبنان قام على القطاع الخاص، القطاع الخاص يبادر باستيراد اللقاح هيدا من بعد ما صدر القانون. واللي وأنا برأيي انه كل الناس، يعني مثل ما شفناهم بالسوبر ماركت هجموا وعلى الافران وكذا، معهم 10 و20 دولار يحطوها على صحتهم كل سنه ما بتكسرهم. نعم. فاللي قادر بيروح بحط اللقاح هيدا وبنكون عم نعجل، واللي ما انه قادر بيروح على الدوله بيستعملوا اللقاح زي بده الدوله. نعم. بكل الاحوال هذا المشهد اللي نحن شفناه، مشهد تهافت العالم على السوبر ماركت، يعني بتخيل رح يرجع يتكرر اول ما يرجع ينفتح البلد، رح نرجع نكون بكارثه اخرى. ما قالوا زوم تتران، يعني العالم ركضت على السوبر ماركت، والسوبر ماركت ما مسكوا، لأنه وسائل الإعلام ما كانت مسؤولة. أستاذ نبيل، وسائل الإعلام خوفت العالم من أنه السوبر ماركت وكل شيء رح يسكر. هي العالم صارت، لا قلت لك أنه جدودنا بيخجلوا فينا. هي العالم صارت تخاف من كل شيء. جدودنا مرقت الحرب العالمية الأولى ومرافقة من مجازر، طلعوا قعدوا بالجر، زرعوا الوعر وأكلوا بالآخر، أكلوا الصفر صاروا يأكلوا، كانوا يخبزوا عصاج وياكلوا، ياكلوا انا في ايام جدودنا كانوا ياكلوا، مش اكيد مش بالحرب العالميه الاولى، بس حسب ما بيخبرونا من رواياتهم يقعدوا يحطوا سكر بالخبز ويعملوا طلمه وياكلوها وقت اللي ينعدموا من الاكل. يعني احنا ما حدا، هيدي قصه الجوع للصراحه، ترى الناس بتموت من التخمه. اذا بتلاحظي قديش في عمليات قلب مفتوح من جراء البدانه،
وقديش في مشاكل من وراء البدانه بالعالم وبلبنان حتى كمان. بتلاقي انه الناس اللي بيموتوا من التخمه اكثر من الناس اللي بيموتوا من الجوع. من الجوع ما حدا بيموت، الله خلق المواشي، خلق الحيوانات، 100% خلق كل الكائنات الحيه على الارض وما قطع فيها، حتى الاسماك بالبحر خلق لها اشياء تاكلها. لهالسبب منسل بناكل عشب وبناكل، ما حدا هيدي قصه بدعت انه بنموت من الجوع، ما حدا مات من الجوع بلبنان، وما سمعنا حدا مات من الجوع. نتعاون كلنا سوا، بنقسم اللقمه بين بعضنا وبناكلها، وهيدا مش شعر، هيدا نحن عم نمارسه بالفعل، وكل الناس المقتدرين اصحابي واللي بعرفهم وكذا، انا عم بحسه انه يتجهوا باتجاه عمل الخير، اللي كانوا بلبنان واللي كانوا مغتربين. بس مش يعزمون لعندهم، ما بتصور يعني، هو نحن مفروض انه التعاضد ومفروض نتكافح ومفروض هيك من باب المزح نحن شوي والله ما بيترك حدا. نعم اكيد اكيد نرجع نعزز ايماننا بالرب، يمكن الرب عم يمتحننا بهالاوبئه هاي، مفروض يكون عندنا ايمان انه نتكل على ربنا والله ما بيترك حدا. هذا التهافت على السوبر ماركت، شو راح يشتري من السوبر ماركت؟ السوبر ماركت فضيت من دخان الارجيله، هذا اللي عامل حجر ببيته بده يرجي، والارجيله سبب من اسباب انه تعمل مشاكل رئويه ومشاكل تنفس، فضيت من البذورات، فضيت من الشيب للسوبر ماركت قبل ما فضيت من المعلبات ومن الأكل. صحيح 100% هذا الكلام اللي عم بتقوله، لأنه حتى من باب النكتة كمان أنه قالوا أنه بأوروبا نفاذ الكتب والقصص المعروضة للبيع بسبب الحجر المنزلي، عندنا بلبنان انقطاع التنبك والمعسل والفحم من الأسواق. يحوي أنه بالنتيجة يعني الناس أنه ركزت على الأفران، هو الأفران فاتحة صحيح. وبعدين سترين في شيء، انت عايشه بلبنان وبتروحي وبتجي وبتعرفي اكثر مني حتى كمان، في شيء حي، في شيء بنايه، في شيء بنايتين ثلاثه، ما في دكان بكعب البنايه، لانه بينزل واحد بيتمشى بيعمل شويه سبور وبينفع الدكان يلي بحد بيته يعني حتى. صحيح، انه لشو هالركض وهالتهافت، بيطلع الدولار شوي بنركض كلنا، صرنا ما نشتري دولار وما نفهم بالدولار، وبدنا نتاجر بالدولار، وبدنا نتاجر بالشيك بانكير، وبدنا نتاجر، بيطلع البنزين بنركض عم حطط البنزين، بيطلع بيقولوا انه بدها تسكر البلاد 10 ايام، بنركض بنفضي السوبر ماركت من الاكل ومن دخان الارجيله، وهول رح يعفنوا يعني حتى يعني انه مش رح يكون عندهم وقت يستعملون. لشو ما معكم سيادتك بجيتك، نزال على المحل ما دام محلات ما بدها تسكر، نزال على المحل قلقانه مسؤوليه الاعلام انه اثر شوي، بس الصراحه الاعلام ما كان اذى بمطرح الاعلام استاذ نبيل، الاعلام كمان ما فينا نلومه كثير لانه ما كان عارف بعد يعني هي الثلاثه تنعرفت. طب ما كان من الضروري انهم يتاكدوا من صحه المعلومه قبل ما يوتروا العالم ويخوفوا الناس؟ نحن سترين يعني ركضوا على السكوب، مفروض نكون مسؤولين كعالميين كشعب كمجتمع كسياسيين، مفروض التضامن بهيك اوبئه بهيك حالات بهيك مجازر عم بتصير بحق الانسانيه، مفروض انه نتكاتف مع بعضنا نتعاون، الغني يساعد الفقير، نعطي بدون من منن حدا، نحن ندق ابواب الفقراء وبدون ما ننطر انه الكاميرا تصورنا تاخذنا صور، نساعدهم لو بخمسين ألف ولو بمئة ألف ولو بخمس رقصات خبز حقهم 10,000 ليرة، اللي بنقدر نعمله كل واحد اللي بيقدر يعمله. هيك الشعوب بتتضامن مع بعضها، والتضامن إذا هلأ بهالوباء هيدا ما تضمننا مع بعض، أمتى ناطرينه بالتضامن؟ على كل حال نحن شعب لبناني، صحيح أنه نحن شعب جبار وشعب رغم كل المقاسي وبرغم كل شيء مرق علينا، نحن شعب بحب انه يعيش، ولكن نحن شعب كمان غريب الاطوار استاذ نبيل، يعني لازم ينعمل علينا دراسات بكل النواحي، ما بتشوف هيك؟ ايه صحيح معك حق. يعني نحن اذا عملنا فحص بي سي ار استاذ نبيل، اذا عمل فحص البي سي ار باي دوله بالعالم بيقولوا كتر خير الله، نحن اذا عملنا وكان نيجاتيف بيقولوا كتر خير الله، نحن عندنا بلبنان اذا بنعمل فحص بي سي ار وبيطلع نيجاتيف نقول دفعنا 200 الف على الفاضي. صحيح مع الاسف. انا يعني انا ماني فاهم شغله، يعني بصراحه ما عم بقدر استوعب شغله، انه الناس ما حدا عارف اذا له بكره، المرض عم بيجي بجمعه عم بيخطف ارواح، وابليس ماشي عم ياخذ مين بتطلع قرته بيتلقط فيه وبياخذه لعنده. بقى السبب هيدا انه مش معروف كيف الناس عم تروح بتكون بصحتها الكامله بتموت، شباب بيرجعوا بيموتوا، انه هالناس
المتلقطب قشور هالدنيا التافة. فكروا في لحظة انه سنانهم اللي بتمون منهم لقلهم، انه تيابهم مش لقلهم، انه البدلات اللي بيساخروا بلبسة والعطور اللي بيشتوها من اوروبا وكذا، هلأ صاروا معي تعجبهم العطور اللبنانية كمان، هيدي ما راح يخطوها معهم على القبر. هو الانسان بهيك وضع مفروض انه يتضامن مع خيو الانسان، ما في حل تاني. الحل هو بتضامن مع بعضنا، وقد ما فينا نتكاتا تنقطع هالمرحلة، والمرحلة طويلة منا مرحلة قصيرة. صح صح، ان شاء الله تمرق هذه المرحلة على خير. عليك استاذ نبيل حرب وعلى كل العالم يلي بحب هيك يقرأ يلي بتكتبه، غير على صفحتك على فيسبوك، وين بيقدر هيك يقرأ؟ يعني انا ما رح اعمل دعايات وين بكتب وشو بكتب، قلنا اكثر رح يصير لنا تقريبا شيء 40 سنه بهالمهنه. نعم اعطينا، لانه فيها في اكثر من حدا علق على كلامك استاذ نبيل، ومنهم ريتا عون يلي بدي وجهها تحيه، يلي عم بتقلي كل الاحترام والتقدير لك ولضيفك على الحكي الحلو والموضوعي والايمان الحلو. الله يخليك. يعني انا بشكر كل اللي علقوا ايجابا، وحتى اللي بيعلقوا سلبا كمان نحن بنتقبل الراي والراي الاخر. نعم انا اكيد بكتب بعده وسائل اعلاميه لبنانيه، ما راح اذكرها. وقلنا زمان بهالمهنه واعطينا مثل ما بيقولوا عمرنا وشبابنا بهالمهنه، وشو ما عملنا ما مش مقصرين. نحن واجبنا كاعلاميين وقت اخترنا رساله اعلام، اخترنا الرساله اللي فيها فقر مادي بس فيها غنى اخلاقي. وهيدا الغنى الاخلاقي بالنتيجه هيدا الرصيد اللي بيبقى. الانسان اللي بيمسك ورد لابد ما يبقى شيء من عطره على ايده. بقى نحن بحياتنا تعودنا نقدم ورد للعالم، ولو البعض قدموا لنا الشوكي نحن اعطيناهم الوردي والشوكي، انما كنا دائما نتلذذ بريحه عطر الورد، وبتصور انه باقي شيء منا على ايدينا. اكيد، ولهيدا السبب نحن اليوم حبينا هيك انه نتحدث مع حضرتك عبر راديو ام بي اس، هذه مش اول مره، وبيسعدنا انه دائما هيك نلتقى سوا بهيك لقاءات وبهيك دردشات نحن وانت على الهواء مباشره. بدي اتشكرك كثير صحافي الاستاذ نبيل حرب، شكرا لك. انا بشكركم ودائما بتابعك، ويعطيك الف عافيه، والله ياخذ بيدك واللي عم تعمليه من توعي وارشاد وتوجيه، وتقدم الضحكه للناس بزمن الحزن وبزمن الغم والهم، وكثير مهم بهالمهنه. هيدي واجباتنا، هيدي واجباتنا استاذ. شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. شكرا.